как да, что это обуфай? Зуфа. عجيب، كأنه اليوم رايقة، ما هيك؟ لا عمو، ولك حتى الموبايل أفي ولا رسالة. ليش شوفي؟ طول عمرها رايقة، شو حالك؟ لك كيف طول عمرها رايقة؟ ولك مبارح كان في زخ رصاص من صوب المزة، ولكأنه ضربك الطراش. أنا؟ ضربني الطراش؟ الله يسامحك. ولك مبارح كان عرس حدا مهم، مهم كثير، وكان في ألعاب نارية، قال زخ رصاص، قال وين فكر حالك؟ بشرفك. طيب ماشي، اليوم اللي قبله شو كان فيه؟ واللي قبل قبله شو كان فيه؟ يا رجل شبك، ما تهبل علي، ما تجنني. لا انت اكيد في بمخك شي، اعمل لك كاسة زوفة تتروق دماتك. زوفة؟ ولا عنا زوفة مخبية علي كل هالوقت؟ عين 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 عين، البوابة مفتوحة، قم سكر، قوم قم قم، فز بدك، انا هناك العقوبة. ولك شبك شبك، بدن يجوا ينقلوا الزرعات، نسيت مين بده يزورنا بكره؟ مين؟ خير ليش شفت؟ ولك أفشي أفشي، رئيس الوزراء التركي رح يوصل بكره، وجاي لعند المعلم. أردوغان فرد مرة؟ لا عمى، كيف يعني؟ ياه، والمؤامرة؟ لك سفك الدم السوري؟ بشرفي، بوجداني مني ما أفهم عنك اليوم، مين أردوغان؟ ولك أي مؤامرة؟ أي سفك دم سوري؟ لك يا ناس، يا عالم، لك يا ناس، شو اللي صار؟ شو فيه؟ فهموني، ما عم بفهم. ولك بس خلاص، العمى ضربك ضرب، وطي صوتك، وطي. أبدك تحاسبني عن الأغراض اللي جبت لك هني من مبارح من الشعلان؟ العمى، شعلان؟ أنت مبارح كنت بالشعلان؟ لك يا أخي، ليش منقدر ناخد إذن مغادرة؟ لا لا لا، أنت بدك تجنني، يا أما قاعد ما تهبلة. سكيت سكيت سكيت، شرف، اعطيني 200 ليرة ومسامح بق الحمرة الطويلة. 200 ليرة حق شو؟ ولك القهوة والشاي والخبز والخضرة والبيض والجبنة واللبني، يعني بيطلع عليك 200 ليرة. لا عمو، نص بالنص. لا عمو، كل هدول بيطلع بس 200 ورقة. حابب تدفع أكتر؟ ما عندي مشكلة. طيب يا سيدي، رح أمشي معك، سيادته جاي اليوم، معناها صح؟ مشان يتفقد الوضع، ما هيك؟ لا 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 لا، ما بعمره عملها شباك، في مسؤولين عن الموضوع، شو نسيت؟ المقدم صلاح والملازم هاشم والعقيد علي، كل هدول مهن معبين عينك، عاملين دورات ببريطانيا، هذا غير دراستين الأكاديمي. لا إله إلا الله، لك مين هدول؟ بريطانيا مين؟ بعدين أيه؟ ليه منك حاطط الخوزي؟ يعني إذا الوضع رايق برا بتشلحها؟ نحن بحرب بحرب. يلا قوم قوم، انت تلبسها، مني مستعد أكل عقوبي. لا إله إلا الله، حرب شو لك مجنون؟ الهيئة وضعك صعب كتير. ها ليك، بعت ايميل لمكتب الخدمات الطبي، طلب اجازة. يلا قوم قوم قوم. عفوك يا الله، لك شو ابعت ايميل لمين؟ انت اكيد ناوي تجنني عن جد. ليك ولا كلمة تانية، اقسم بالمنتقم الجبار، اقسم بالله العلي العظيم، بقوسك وبحسب الله ما خلقك، بتعرف انا مجنون والله العظيم، بعمله ومني سائل. كيف يعني تقوسني هيك ببساطة؟ ولك رئيسنا منع اطلاق النار، الله يحميه. لك كيف يعني كيف يعني كيف يعني منع الأقواس؟ كيف يعني كيف يعني منع أطلاق النار؟ أنت ما تفهم؟ ولك هاي الكذبة، نحن ما نكذب على التلفزيون. ليك هالحكي ليك؟ لك يا عيب الشوم عليك، قال ما نكذب، قال ولك الرئيس عمار أصدق واحد من بين كل اللي مرقوا على رأسنا. ليك هو صحيح الرئيس السابق منذر كان كيس، بس هذا غير. واش حاري عمار والرئيس السابق؟ لا 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 لا، جنيت 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 جنيت، وبدك ياني قوسك فورا، هلق حاليا بقوسك. اسمعوا لك، قوم قوم، ولك قوم فيك قوم فيك قوم، لك نومة أهل الكهف إن شاء الله، ولك قوم قوم، صار وقت نوبتك، قوم. كيه مين وين؟ العمى ما متهت. ولك اسمعوا على الحكي، اسمعوا، بعيد الشر عني، قوم قوم بقى قوم، قال ما متت قال. ولك يا حبيب قلبي، والف الحمد لله على السلامة، بالله اني جحش وستين جحش. ما اختلفنا، بس شو حاله؟ شوف منظرك، شوف مثل اللي شايف جن. جني قلي قلي، مين رئيسنا؟ ولك سيادة الرئيس قصدك؟ ولك حيوان، كيف يعني ما تسأل مين؟ ولك يا اخي بوس ايدك جاوبني. ولك يعني بشرفك هاد سؤال، الدكتور بشار. ايلي ايلي، وكنت عمتي.
بالله انك ريحتني، كنت ما احلم لو الله حلم بشيء 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 بشيء، يعني فيتك تقول كابوس. احكي احكي شو شفه. قال شو؟ قال رئيسنا اسمه عمار، وكان عنا رئيس قبله اسمه منذر. لعم لك، لا الاحلى انت كنت ما تحكي معي ببرادي لدرجة اني قوستك، بتصدي؟ قوستني؟ ايه بالله بتقوسني بهالبساطة؟ ايه هيك ببساطة. قال ما تخلي رئيسنا اسمه عمار، لا والسابق هيك ببساطة، السابق اسمه منذر. طيب وانت ليش زعلان؟ ولك حلم هذا حلم، يعني على القليل انبسط بحلمك. بشرفك ما كان حلو؟ كيف كانت الأوضاع؟ فوضى؟ دمار؟ بصراحة ايه بيني وبينك، بيني وبينك، قل لي هات لي شو. يعني الوضع كان رواق والعصافير متزقزق. قال هند اطلبت مني 200 ليرة حق قومة غراض جايبه من الشعلان. ايه ايه بس ابي صير رئيسنا بالشار، وبده يبقى بالشار غصب عن الكل، فهمان ولا لا؟ قوم قوم قوم، اللي عم ضربك شو انك نكدي؟ قوم، صار وقت النوبة. قايم قايم قايم. بس عين بتعرف؟ ايه. احلى شي بالحلم شو كان؟ شو؟ انت بالحلم سألتني اذا بدي اشرب زوفة تروق اعصابي. ايلي ايلي ايلي، شو مشتهيكي يا الزوفة؟ ايه بسيطة، هي فيني امن لك هي. كي؟ اعطيني 200 ليرة. اه. وبكرة بخلي واحد من المراسم يدبر لنا غلوة. ولك اللي ما بتخاف الله، 200 ليرة حق غلوة زوفة، ولك الزوفة شو دخلها بالدولار؟ شيء في العالم ريبي أمرك، حتى الدجاج ويا بيض أمرك، أمرك تشري علينا بأمرك. أم 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 هير أم ذير أم تيك تيك دام أم إفريوير أمرك.